بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا طلاب مدارس العبير الأهلية الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الجميلة، ودرس جميل جدا يتحدث عن الرسم الكتابي ويقصد به تحسين الخط العربي. كيف نكتب خطا جميلا يا أبطال؟ في كثير من أولياء الأمور يتساءلون دائما عن هذه النقطة. هنا الدرس الجميل يتحدث عن كيفية مسكة القلم أولا بصورة جميلة، أيضا اختيار القلم المناسب، الجلسة الصحيحة. الجلسة الصحيحة هذه هامة جدا، نجد كثير من الطلاب يكتبونهم متكئين مثلا، أو أنه نائم وهو نائم مثلا يكتب الطالب. لا، هنا لابد أن تكون جلسة صحيحة للكتابة. أيضا حتى نحافظ على أعيننا لابد من إبعاد الورقة عن العين 30 سم تقريبا، وجعلها مائلة إلى اليسار. أيضا وضع القلم بين السبابة والإبهام، وأيضا نستند على الوسطى، يعني عندنا في الإيد 5 أصابع. نبدأ بمسك القلم بالسبابة والإبهام ونضع القلم على الوسطى، وبعد ذلك التهيئة النفسية. لابد أن يكون في ذهنك أو تفكيرك عندما تريد أن تكتب خط أن يكون خطك جميلا، فالخط الجميل يزيد الحق وضوحا. الكتابة من أسفل إلى أعلى، نجد كثير من النماذج يكون مكتوب النموذج ثم بعدها يبدأ الطالب من الكتابة من أسفل إلى أعلى، وهذه هامة جدا، لأنك عندما تكتب من أسفل إلى أعلى تنظر إلى النموذج المعطى أمامك دائما. أما عندما تكتب أنت أسفل النموذج، مثلا أمثلة هنا، فعندما تأتي في كتاب السطر الثالث مثلا أو الرابع تنظر إلى ما كتبت أنت، وهذا يؤدي إلى الكتابة بخط غير جيد. أيضا من الأمور الهامة أننا نكتب الكلمة دون توقف. عندما نكتب كلمة مثل كلمة البيت نكتب الكلمة كاملة ثم نضع النقاط، لأن وضع النقاط عندما نكتب الباء ثم نضع النقطة وكذا الياء وضع النقطة، هذا يؤدي إلى عدم تحكم في الكلمة نفسها ولا تخرج بصورة جميلة. ولكن الأفضل أن تكتب الكلمة كاملة أولا ثم توضع النقاط. بعد ذلك يا أبطال الاهتمام بالنظافة والترتيب، وأيضا وضع علامات الترقيم من فصلة ونقطة، وأيضا فصلة منقوطة، وعلامة استفهام، وعلامة تعجب. فهذه العلامات تزيد الكتابة جمالا إلى جمالها. أيضا نتجنب ضغط القلم بقوة على الورقة، وندرس طبعا في المرحلة الابتدائية خط النسخ، أما بإذن الله في المرحلة المتوسطة فيكون خط الرقعة بالإضافة إلى خط النسخ. أيضا في بعض الأمور لا بد أن نراعيها، مثل اتباع طبعا الخطوات الصحيحة في كتابة الحرف، كتابة الحروف ذات القوائم المتوازية. عندما نكتب كلمة مثل كلمة عالما، نجد هنا عين، حرف العين، بعد كده ألف لام ميم ألف، هنا 3 قوائم، الألف واللام والألف، لابد أن تكون كلها متوازية. أيضا أن يكون حجم كل حرف من الحروف مناسبا، ليس كبيرا ولا صغيرا. أيضا التمييز في الكتابة بين الحروف المتشابهة، نجد كثير من الطلاب يكون عنده هذه الحروف كأنها واحد، يعني نجد الدال مثل الراء في الكتابة. لا، لابد أن نتعلم أيضا أن الدال تكتب فوق السطر، أما الراء ينزل منها جزء تحت السطر. أيضا كتابة بعض الحروف مطموسة في وسط الكلمة أو آخر الكلمة مثل حرف العين أو الغين. أما حرف الميم فقد يأتي يعني له صورتين، الصورة الأولى له صورتان، فالصورة الأولى تكون مطموسة وأيضا له صورة أخرى تكون مفتوحة. أما كتابة الرؤوس مثل الفاء والقاف والواو والميم والهاء في بداية الكلمة دائما مفتوح في خط النسخ. أيضا كتابة النقاط، كل نقطة منفصلة عن النقطة الأخرى. عندما نكتب مثلا كلمة البيت هنا نجد الياء ثم التاء، تكون النقاط بعيدة عن بعضها. أيضا كتابة الحروف، وهذه نقطة هامة جدا، الألف والباء والتاء والثاء والدال والذال والطاء والظاء والفاء والكاف والهاء، كلها مرتكزة على السطر، لا ينزل منها جزء عن السطر. وأما الحروف الثانية هذه ينزل منها جزء عن السطر، الجيم والحاء والخاء والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والعين والغين والقاف واللام، وأيضا النون والهاء الوسطية هنا، وأيضا الواو والياء، فهذه ينزل منها جزء تحت السطر.
وأيضا من جماليات ترك مسافة متساوية بين الحروف الكلمة وأيضا بين الكلمات في السطر الواحد. وقد نستخدم بعض المدود في الكلمات لنجمل، مثلا عندما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم نضع مد في كلمة بسم، وأيضا نضع مد في مثلا كلمة الرحيم، هذا يجمل الكتابة. وأيضا هذه قاعدة جميلة جدا، لأننا كلنا يعلم أن في بداية اختراع الكتابة كانت الكتابة بدون نقاط. فهنا عندما يكون عندي 3 سنون فالأفضل هو رفع السن الوسط حتى لا يتم أو يكون هناك التباس مع حرف السين، يتم رفع السن الوسط. وأيضا إذا كان عندي 4 حروف نرفع السن الثاني أو الثالث أيضا لنفس القاعدة، مثل كلمة البيت أو مثلا كلمة نبينا، كل هذه كلمات يتم رفع السن الوسط حتى لا تكون 3 سنون تكون موجودة ورا بعض بنفس التساوي، نرفع السن الوسط. هنا طبعا هذا البيت هو من أشهر يعني أبيات الشعر: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. وهذا طبعا المتنبي، وهذا في الفخر وعزة النفس. هنا لو نظرنا نجد المسافة بين كل كلمة والثانية مسافات متساوية، هذا يؤدي إلى راحة العين عندما تنظر إلى الكتابة. وأيضا الحروف التي تكتب فوق السطر، الحروف التي ينزل منها جزء عن السطر كلها بنفس الطريقة، فهذا يؤدي إلى جمال الكتابة. هنا يا أبطال في تدريب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم القدوات، هنكتبها في الكتاب المدرسي صفحة 78 ونكررها أيضا، ونحاول أن تكون المحاكاة أي التقليد بنفس الطريقة ونفس المسافات بين الحروف والكلمات. هنا لدينا تدريب به بعض من الأخطاء نريد أن نستخرجها: مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام. فلو نظرنا هنا في كثير من الأخطاء، هل رسمت، هنا يقول حدد أخطاء 5، هل رسمت النون مستقرة على السطر؟ هل النون هنا مستقرة على السطر؟ لا، يبقى إذن ليس خطأ لأنها مكتوبة صحيحة. رسمت اللام مستقرة على السطر؟ نعم، واللام الحروف ينزل منها جزء عن السطر، إذا هنا نضع علامة إن هذا أول خطأ. ثانيا، رسمت العين في كلمة مصعب مفرغة؟ نعم، هذا خطأ، كما ذكرت العين في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة تكون مطموسة، هنضع هنا أيضا علامة. رسمت الواو مستقرة على السطر؟ لا، الواو نازل منها جزء عن السطر، إذا ليس بخطأ. رسمت كلمة عمير أكبر حجما؟ نعم، كلمة عمير أكبر حجما من باقي الكلمات، يبقى نضع هنا في أمام هذا أو داخل هذا المربع علامة أيضا. رسمت الفاء المتصلة في كلمة سفير مطموسة؟ نعم، هذا خطأ لأننا كما ذكرت الآن حرف الفاء الرؤوس تكون مفتوحة. أخيرا، رسمت اللام المفردة في كلمة أول مستقرة على السطر؟ نعم، هذا خطأ، فنضع هنا علامة. ولابد يا أبطال أن نحسن خطوطنا العربية، فالخط العربي هو لسان وسفير اللغة العربية، لابد أن نتحلى بهذه الميزة أن يكون خطك حسن، وتحاول قدر الإمكان تجميل خطك، تكتب على مهلك، ويكون دائما وضعك في الكتابة أو الجلسة تكون بصورة صحيحة حتى يتحسن خطك بإذن الله تعالى. وأشكركم يا أبطال على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.